فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ما حكم تخصيص الخطيب في خطبة الجمعة تخصيص الجزء الأخير من الخطبة الثانية للدعاء، حيث سمعنا بأن هذا غير جائز ولا دليل عليه؟ من هو اللي يقول غير جائز ولا دليل عليه؟ إلا هذا جائز والحمد لله، ويدعو في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية ولا حرج في ذلك، بل من أركان الخطبة الدعاء للمسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.